صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. طيب بدنا نرد على خطاب حسن حزب الله مبارح يلي قوله، يعني واضحة مثل الشمس، نفس الشيء نفس الأسلوب، كل عمليتهم واضحة مثل الشمس. يوم اللي أسس الرئيس حافظ الأسد نظام الرعب والإرهاب على اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، مارسوا بطريقة ونهب لبنان وكلنا شايفين، وقتلهم لهالثلاثة. جايين هلو بنفس الشيء بشعارهم بمدرستهم بثقافتهم، وهي واضحة مثل الشمس، خبث كذب احتيال. عدوا كل النهار معنا بتسمعوا هيك، بعدين الغدر والخيانة، بعدين بيستعملوا القتل عند اللزوم. هيدي كل قصتهم، كل القصة. هلا محشورين، نزلوا بهالمقتص اللي اسمه الحرب السورية لمساندة نظام الرعب والإرهاب يلي هني جزء منه، عم بيدبحوا هالشعب السوري البطل. شكرا لألو وتحية لألو، ضحى بكل شيء، ضحى بأغلى ما عنده من المال والبني، ضحى فيهم. ما في بيت إلا عنده شيء بالقبر وعنده شيء بالسجن. بيحكوا بمئة ألف قتيل، لقولوا 250 ألف قتيل ولا تردوا على حدا. قولوا في 300 ألف بالسجون، ايه في 300 بين نسوان وبين أولاد وبين رجال وبين شباب، ايه في 300 ألف ولا تردوا أبدا. شو ما عم بيعملوه هذا النظام الرعب والإرهاب من إيران لسوريا لحزب الله، شو ما عم بيعملوه بسوريا، جاي بده يغش الفلسطينيين. عرف انه الدول العربية كلها والأهل السني كشفوه، لك المسيحيين كشفوا قبل كمان، والدول الغربية كشفوا هالجهاز هذا كله. شو بدهم؟ نسفوا السفارة الأمريكية، قتلوا السفير الأمريكاني، قتلوا السفير الفرنساوي، نسفوا تعدد قوات تعدد الجنسيات. أشو ما عملوا هول كمان عندن أهل؟ ولك يا حسن حزب الله، أشو ما عملتوا كل شيء، جاي هلا أتغش الفلسطينيين تستعملوهم بالقتل وبالذبح، وبتقولوا هن اللي عم بيعملوا. صعب عليك هالمرة. حيولتوا عند المسيحيين كمان، من كان عم تقدره، واضحة مثل الشمس. هلا ما هو المطلوب؟ مطلوب فرض شغلة، انكم بركي فيكن تغشون لأهل السنة، ما انا ويردي بقى كيشفينكم، وبكن تكشفوا وبتكن تغشوا المسيحيين، ما انا ويردي كمان. لو بتجيبوا 1000 سليمان فرنجي وميشيل عون ومليون رح تقدره، صوروا مكشوفين. القصة كتير واضحة مثل الشمس. سرقتوا هالدولة اللبنانية وضربتوا الشعب اللبناني وكسرتوا له ظهره، واضحة مثل الشمس. طائفة الشيعية الكريمة بدل ما تكون أهم طائفة بلبنان، وهي لازم تكون الحركة الوطنية بكل الدول العربية، تتشوفوا على أنه 3/4 المسلمين السنة وكل المسيحيين وكل الشيعة الوطنيين ماشيين كلهم معكم. شو كان حاشرينن وحطينن ومن عارفين اش بالدنيا عملوا؟ صفيتوا الوطنيين اللي فيهم وذبحتوهم. كل ما واحد حكي كلمة كوطني بتقتلوه. سامر حنة عم تبرموا عليه من زمان، حكي كلمة بين الضباط بين رفقوته ووصلت لكم، خدتوا قرار بقتله. شو اللي ما عملتوه؟ الضابط الكبير تبع نهر البارد الجنرال فرانسوا الحاج، لما شفتوا هالوطنية منا طلتوا كله ورا كل القطر. هلا شو بتعملوا؟ بتجيبوا الضباط المسيحيين والجنود المسيحيين وبتدفشون على السنة وانتوا قاعدين من ورا، ما بقى تزبط كمان صورة مكشوفي. يعني المسيحيين عم بيحكوا ليش نحن على طول منروح في البداية؟ ليش؟ ما بدها شيء، واضحة صورة مثل الشمس. رئيس جمهورية لبنان الرئيس ميشيل سليمان، بالحقيقة مش هو بس، كل دولة بالعالم تمسط لمن بتسمع رئيس جمهوريته مين ما كان يكون بأي دولة بالعالم، متحمل مسؤوليته الوطنية والسيادية والحقوقية. في شيء خطوبه شو قول؟ ما قول شيء، ما هجم حدا، قال هذا الوضع بلبنان، بدل ما تنوشوا وديتوا الصواريخ، ايش بدكن انتوا ورا الصواريخ؟ ايش بقى قدامنا هلا؟ محشورين بسوريا وديري المعيري، بكن تجربوا كيف بكن تطلعوا، ما رح تقدروا تطلعوا، خلاص وقعتوا فيها بكن تكفوا فيها.
آخر شيء شو بكن تعمله؟ بكن جرونا على حرب مع جيراننا الإسرائيليين، نحن ما بدنا هول جيراننا بالجنوب، تجبروهم رغما عنهم لحماية نفسهم يجتاحوا لشمال الليطانة ويعملوا حياة كبير. هيدي الخطة الإيرانية الجديدة اللي بدها تجيب لنا إياها على لبنان. اللي بيحب يسمع يسمع، واللي ما بيحب يسمع لا يسمع. كل يوم تدفشوا عملائكم منهن سليمان فرنجية، ما بجدد له نهار. مينك أنت تتجدي؟ لك شو بتمثل أنت؟ مش شو بتمثل، شو بتمثل صغرتك كلها مجتمع، شو بتمثل تتحكي هالكلام ويطلع منك؟ رئيس جمهورية لبنان رح يرد عليكم بالقانون وبالسيادة واضحة. رسالة إلى مجلس الأمن وإلى بان كي مون أمين عام جامعة الدول العربية، ونصحة عنا لجامعة الدول العربية، ونصحة عنا لاجتماع منظمة الدول الإسلامية. بيقول لهم طالما بلبنان شايفين الوضع شو هو، طالما بيخلونا نعمل انتخابات حرة ونزيهة بقانون انتخابات، وهي الدائرة الفردية واضحة مثل الشمس، مننزل عدد النواب للـ99، والقضاء مثل ما هو قانون الـ60، على عدد النواب بالقضاء منفرز القضاء إلى دوائر فردية ومننتخب رئيس جمهورية. ما بترك هالمسؤولية قبل ما يطلع قانون جديد يجرى انتخابات نيابية ومجلس النواب الجديد ينتخب رئيس جمهورية، ساعتها بسلموا الأماني وبروح. طبعا بالمقابل لما ننزل العدد للـ99 بنعمل مجلس الشيوخ حد منا. واضحة مثل الشمس لعبتنا يعني. كيف بكن تسقطوا معه الشرعية؟ اش تعملوا فيه؟ بكن جربوا تختيلوا في غير شيء؟ هلا عم ترعبوا بالصواريخ، بعدين عند الحاجة بكن تبدو القرار باقتياله. هيدا كل الوضع كانوا كلنا عارفينه، كل الناس عرفته، واللي ما عرفوا اسمعوا وقولوا رددوا بين بعضكم. طيب يعني ما بقى ينحمل الوضع أكثر من هيك. واضحة مثل الشمس شعب سوريا البطل، تحية لإله، عم بيشيلنا كلنا من هالسجن الكبير، من سجن نظام الرعب والإرهاب. شكرا لإله، ضحى بكل شيء هذا الشعب البطل، ضحى بأغلى ما عنده، مثل ما بيقول الإمام علي بن أبي طالب اللي كلنا من آمن فيه، بس أنت حسن نصر الله وإيران ما بتآمنوا فيه. شو بيقول؟ زينة الدنيا المال والبنون، ضحوا يا حرام بأراضيهم ببيوتهم وبولادهم. الشعب السوري البطل، تحية لإله وألف تحية. بس منا نحن كلبنانيين، من كل العالم اللي بتآمن بالحرية والديمقراطية، شكرا لإله، عم بيعطينا مسير. عيش بقى كل يوم بدك تستعمل الناس حسن حزب الله وتهاجم إسرائيل. إسرائيل ليست عدوتنا، إسرائيل جارتنا بالجنوب ونحن نفتخر إنها جارتنا. هذا كلام شيلوه من راسكم بقى. بالمقابل بقول للشعب الفلسطيني كمان بهالرسالة هيدي، وبتمنى عليه يسمع، هيدا رأيي ويسمعه. بالوقايع اللي قدمنا لينا من سنة 48 1948 عم نجرب بكل شيء، شو صار؟ الشعب الفلسطيني مقهور ومظلوم، مشلوح بالمخيمات، عايش أقل من حدود أي مخلوق شو ما كان يكون. ما بيجوش شيء مأساة بالمخيمات بلبنان وبسوريا، ما بعرف بالأردن. إجا الملك حسين بن طلال ملك الأردن وطرح المملكة المتحدة الهاشمية. ليكم أنا بريد ألكل للفلسطينيين وتسمعوني، وبتمنى عليك أن تسمعوا. الوطن مش أرض وذكريات، الوطن الإنسان. خلوني إذا بتحبه هيك بهالحالي مثل منا رويحين، ما في مجال أبدا إلا إلى مأساة ومأساة ومأساة وحروب وتخلف الإنسان الفلسطيني بالحياة. بالحياة أقل شيء مبدأ الحياة إنه يعيش تيقدر ينتج. إذا بدنا نكفيها، إذا منطرح المملكة المتحدة الهاشمية مع الملك حسين، هذا الواقع اللي موجود، هذا منه استسلام، هذا سلام الشجعان، منه استسلام. ما في دولة فلسطينية، المملكة المتحدة الهاشمية، الإسرائيليين
بيساعدونا ومنتطور وبتتطور الأجيال الفلسطينية، لك حتى الأجيال العربية بتتطور، ومنتركها بين الأجيال تتفاعل. يمكن تطلع حركة بقلب إسرائيل يقولوا لا نحن بدنا ننضم نحن والأردن ونصير كلنا فرد دولة. يمكن يمكن كل شيء بيصير بالدنيا اللي بيكون الإنسان جاهز. ليكو ما بدي اتهم حدا، بس بدي قلكن الحقيقة، في ناس أوادم حاولوا يساعدوكم للفلسطينيين. بالحقيقة في حكام أوادم حاولوا، مش إنه ما حاولوا، حاولوا وساعدوا، خصوصا من دول الخليج، من السعودية لآخر دولة خليجية. لا كانوا 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 أوادم بحقنا، بحقكن كشعب فلسطيني وبحق باقي الأوطان. أما عرب المي، لا عرب المي الحكام كانوا خونة. وخلونا نقول أكثر من هيك، يمكن في ناس كمان بدكن يسمون صحفيين وكتاب والبدكن يه، وناس عاديين مثله عني سيئة وعمني لا اتنعموا وعيشوا بلندن وبباريس وحطوا أولادن بأحسن مدارس وبيحكوا باسم القضية، والشعب عيش بيعتذر عن الكلمة أوطى من موعيش الحيوان. شي بيبكي لما بتشوفوا المخيمات الفلسطينية بلبنان وبسوريا. هذا هالحل تفرض الدول ساعتها علينا كلبنانيين ان نجنس اللبنانيين الفلسطينيين اللي ولدوا بلبنان، هذا حقهم، هذا حقهم، هذا حق مكتسب لألون. وبسوريا وبيتطور هالإنسان، ومع الوقت بيرجع يجي الإسرائيليين. الإسرائيليين الشعب الإسرائيلي شعب شعب ذكي وشعب بيقدر ينتج. ممكن تطلع حركات، طلعت حركات قبل وحكيت ويقولوا لا نحن بدنا ننضم نحن والأردن ونكون نحن والفلسطينيين بدولة واحدة تعددية. هني بيطرحوها، اسمعوا مني، وإلا رايحين على حروب وعلى مأساة، وبدين يجوا الإيرانيين ويتفشوا مثل حسن حزب الله تيستغلكن. اسمعوا مني، اسمعوا مني اللي عم بقلكن إياه، اسمعوا مني، بعرف اللي عم بقرلكن إياه. أشو كشف الملك حسين سنة 70 قبل مني وعرف ما في دولة فلسطينية، فطرح المشروع المملكة المتحدة الهاشمية. صدقوني خلونا نمشي فيها ويكون عنا الجراءة ونمشي فيها. طيب الدكتور مروان اسكندر على مقولك، يعني أنا بوزع مقولك لم بيكون مهم لأكترية المؤسسات الاستابليشمن بدول الجي 7، وبأكثر الأحيان على أي مقال الكين لألك والكين لغيرك بيطلبوا مني بعض الإيضاحات بعض الأجوبة وبجاوب. إحدى المؤسسات بيقولوا لي يعني رينا المقال وشكراً أعطيتنا إياه، بس أولاً أنا بشكرك لأنه مقالك كل نهار جمعة بيسقفنا اقتصادياً. صحيح، هذا كلام صحيح، أنا بقولكي شكراً. ولكن قالوا لي يعني مقاله هالجمعة إنه شو قال لجيفري فيلتمن السفير جيفري فيلتمن، إنه مثل أم عم بتقول لي ولده أنثى أو ذكر، إنه يا أمي ما تعملي هيك، ما تعملوا هيك، ما تعمل هيك، ما تعملي هيك، ما تعملوا هيك، ما تعملوا هيك. بيجاوب الولد إيه، لا حفلاني بيعمل هيك، ولا حرفيقي بيعمل هيك، ولا حرفيقي بيعمل هيك، ليش أنا ما بعمل؟ لا، في طب يد عمري بلبنان، أنت بتعرف إذا أنت وابنك وزفت ربع ليرة بنعرفها ويني، مش شقفة أرض بالكورة بنعرفها. لا، في ناس من وين هالمال؟ كان عندن بنوكي وبيعوه؟ طيب هالبنك اللي مبيع بلبنان ولو مرق عليه 10 سنين، من وين هالمال؟ الأمير وليد بن طليل بنعرف وين بيوظب بالأسهم وبأي أوتيلات وبيشتري أوتيلات، إني شو اشتريه وبيعه ولا شيء، من وين هالمال؟ اشتريه الكل، بلشوا عملية تبييض العملة بعد ما قتل إدمون صفرة بمونتو كارلو. وأنا برأيي اللي عرض عليه برأيي هذا سيناريو من عنده سمير طرابلسي هو ما فيه وصول لهالمستوى، وكان وزير بأعلى رتبة لتوقفته بحكومات لياس الهريوي وبحكومات إميل لحوم. المصرف المركزي بيعرف إذا حصل تبييض عملي ولا لا،
نحن ما بدنا نتهم، بدنا اثبات. البنك المركزي بيعرف، وانت بتعرف كنت بباريس وبتعرف الشباب المتعلمين. يعني رياض سلامي كان يبرم من الماري لانش بعد ما حمل الاشرسي يشتغل على الزبون، بده يحط عنده 20-30 ألف دولار وهو ممنونه تيشتغلوا فيه. الله رزقه رفيق الحريري مثل ما رفيق الحريري رزق كتير من الناس وخلقهم، وعطوهن الجاه والمال. طيب ما بقى في حدا يستلم هالبنك المركزي؟ ثلاثة عن بنك المركزي دكتور مروان اسكندر. بدنا نعرف المصاريف كيف بتتم، بدنا نعرف التوظيفات كيف بتتعين بالشكل هذا. هيك تعوفوطة لأنه فلان بيخد لي تحية. بعدين مين بيحط المصريات الوديع بالعملات الأجنبية؟ مين بيختار البنك؟ ليش اختار الديتش بانك مختار الباريبا؟ ليش اختار البنك ناسيونال دو باري باريبا مختار بيرغلس بانك؟ بدنا نفهم كيف بتصير كمان. لا، في بنوك بيضت عملة، وانت بتعرف هالشي دكتور مروان اسكندر. إذا منو صيف مسلط على لبنان، لا لا أبدا، هيدي حقيقة. طيب شو بدنا نحكي هلا؟ صورت 16 دقيقة ونص، يعني ما بقى بدنا نكتر كتير عليك الرسالة. رسالتي الجاي سليمان فرنجية نشرح لكم كله، تفهموها أشي صغرتة وأشي اللعبة وكيف كلها سوا. وأهلا فيكم يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، شكرا وألف شكر.